سيد سلطان، نعود مشاهدينا مرة أخرى إلى سيد سلطان الحطاب عضو المجلس الأعلى للإعلام الأردني. أهلا بك سيد سلطان. نعم تفضل. ما هي أهمية خروج هذه الوثائق الآن في ظل التصعيد الحاصل؟ يعني هذا الأمر ليس جديدا، ومثل هذه الوثائق موجودة، وربما لا يكون المرء بحاجة لمثل هذه الوثائق للاستدلال على الخروقات. الممارسات الجارية في الواقع وعلى الأرض تدلل أن قطر لم تتمثل لتلك الضغوط أو للمواقف التي حدثت عندما قامت دول الخليجية بقطع بسعب سفرائها من قطر، وجرت بعد ذلك تسويات لعبت دورا فيها مقابل أن تتمثل قطر للاشتراطات الأولية التي كانت قائمة آنذاك، وبالتالي قطر لم تشعر بالضغط الكافي عليها، وجرت خروقات عديدة. كان هناك اشتراطات حول قناة الجزيرة وحول دورة أن تنسق قطر داخل مجلس التعاون الخليجي مع دول الأعضاء في أن لا تمثل مصالح تلك الدول داخل إطار مجلس التعاون الخليجي، ولكن هذه الخروقات حصلت. والCNN وغير CNN يعني حتى وسائل الإعلام العربية، التلفزيونات العربية والأروقة العربية والصحفيين العرب كتبوا في ذلك. لكن نعم وصلت الفكرة سيد. نعتذر للمقاطعة سيد سلطان الحطاب عضو المجلس الأعلى للإعلام الأردني، شكرا جزيلا لك.